السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم وربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وفي ظل تحقيق أهداف القناة اللي من ضمنها نقد الظواهر المجتمعية الشاذة، عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع ما بيعجبنيش بصراحة. يعني الموضوع ده مش موجود بس وسط الشباب معدوم الهوية أو الشباب الصيع أو الشباب العشوائي، لا، ده الموضوع ده وصل للجامعات. أبنائنا في الجامعات وفي المدارس بقى في وسطهم الموضوع ده. مش بس كده، لا، ده ممكن تلاقي راجل دكتور مهندس محاسب عامل الموضوع ده. طب ايه الموضوع ده؟ موضوع السلاسل والاساور الغوايش والحظاظات وفتح زراير القميص كده عشان يبين شعر صدره زي تامر حسني، او فتح الاساور كده اللي هي صفات قوم لوط، صفات قوم لوط، ويا سلام لو مطعمها بالبانة، عمال يندق في البانة كده. وطبعا الموضوع ده يعني انا شخصيا انا مش رجل دين، انا لست رجل دين، لكن انا راجل مسلم معتدل، تمام، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهين بالرجال، وان قوم لوط اللي كانوا بيعملوا الفاحشة كان لهم حاجات معينة كده، لهم صفات معينة، كان بيفتح صدره وكان بيفتح الاساور كده، قوم لوط كانوا بيعملوا كده، وكانوا بيصفروا البعض ببقهم، يصفروا البعض، وكانوا ما يمشوا بحاجه كده تخبط في الارض كده زي الابقين. فالكلام ده وسط الصيع او وسط العيال اللي ملهاش هويه اصلا، ملوش عقيده ملوش دين، عادي عيل هيبز وحاطط حلق وحاطط مش عارف عامل دي الحصان، عادي. لكن اما تفاجئ ان الكلام ده مثلا في وسط المدارس وفي وسط الجامعات، وواحد طبيب لابس لي غوايش في ايديه، خمس ست سبع غوايش ورا بعض، وحظاظه، حتى حظاظه من اسمها ليس من الاسلام، لان الاسلام نهى عن التشاؤم والطيره، التشاؤم والطيرة ده الإسلام نهى عنه. فكلمة حظاظة أو خرزة زرقاء أو سلسلة أو إسورة أو الحظاظة بتاعت المجرمين دي اللي بتبقى فيها كباسين كده، الكلام ده يعني أنا ما بشوف واحد بالمنظر ده كده في اعتقادي الشخصي بحس إن هو قلة مش راجل، ليس على قدر المسؤولية، تمام. فلما الاقي لابس بتاع زي كده اهي تمام، يعني معلش انا مش متخيل، اهي هاتك كده واحد في ايده بتاع زي كده ورجل وتيجي تكلمه مسلم واحد بالله. طب ازاي يعني، كيف يتواكب هذا مع خلق الاسلام الذي نهى عن التشبه بالنساء ونهى النساء عن التشبه بالرجال، ويجب ان يكون في الرجل يتحلى بالخشونه بجنسه بطبيعه جنسه، والست تتحلى بالانوثه طبيعه جنسها، انوثه ناعمه، تمام. فالحاجات دي كلها يعني انا شخصيا يعني لا الافها وما بيعجبنيش الموضوع ده. يعجبني الراجل ان هو يبقى شكله رجل، وتعجبني الست ان هي ست ناعمة رقيقة مشاعرها أنثوية مش مسترجلة. فالكلام ده السلاسل والحلقان والديل الحصان مش عشان أصلع فإن أنا ناقم عليهم، لا والله، وأنا كنت بشعر برضه كنت ناقم عليهم. فأنا لست رجل دين زي ما قلت لحضراتكم. وفي فيديو للشيخ محمد صالح المنجد
محمد صالح المنجد بيتكلم عن الموضوع ده ببساطة جدا. هحط الفيديو في أول تعليق اللي هو بكتب فيه دايما ذكر الله والصلاة على رسول الله. فياريت احنا كأولياء أمور بلاش أعود ابني إنه يلبس سلسلة أو إنه يلبس أنسيال أو إنه يلبس حظاظة أو يلبس جلدة فيها كباسين بتاعة المجرمين والفتوات بتوع زمان. الكلام ده بيجعله يسقط من أنظار الناس. أنا عن نفسي يعني مدرستي والله أعلم بغيري، وده مش حرية شخصية، لا أنت كده يعني بتبقى في مصاف الإناث. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي سلسلة ولا أي حظاظة ولا أي أنسيال ولا أي حلق ولا أي لبانة بتاعت أي عيل توتو أو سوسو. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.